فما تقريبا 7.2% على مستوى عدد القتلى، انخفاض في الخمسة أشهر الأولى من سنة 2017. الإجراءات الجديدة اللي دخلت اون فيغور، الحملات التحسيسية، اهتمام الإعلام أكثر، شو هو بالضبط؟ هو منظومة كاملة الأطراف الكل مشاركة فيها. أول حاجة احنا الحزام الأمان إحصائيين أعطى نتائج نتاعو، معناتها عباد ولا تحط في الحزام الأمان، معناتها ما عادش برشا حوادث كانت لا قدر الله قتل، ولينا نمشيو في اتجاه أن تكون جريح، معناتها نقصت من الخطورة بتاع الحوادث هذيك. الإعلام مشكور معناتها كان مساعد معنا في القيام بالحملة اللي قام بها المرصوة المرور، الحملة التحسيسية في فوائد حزام الأمان ومع الضرورة تاع وضع حزام الأمان، وهذا الإعلام مشكور بمختلف أشكاله وأنواعه وألوانه كان مشارك معنا.